من شمس البحرين تشرق الأفراح، ومعاكم وعبر شاشتنا بالابتسامة نسلم عليكم مشاهدينا من بيتنا العود مملكة البحرين. نقول أحلى تراحيب الخير والبركة عليكم وين ما كنتوا. صباح الخير عبد الله. يا صباح الخير، يا صباح التراحيب، ويا صباح الجمال عليكم. نقول صباحاتكم ورد وياسمين يرويها تواصلكم. أنتوا أهلنا الطيبين مع دعوات صباحية تكونون دوم بأحسن حال، بدايات النشاط والتفاؤل والإنجازات والنجاحات بإذن الله. نعم، نسعى للنجاح ونجتهد للتميز ونتكاتف على تحقيق الإبداع. خلوا دوم صباحكم إصرار وتحدي وعزيمة. وإحنا أكيد فعلا يا إصرار، إحنا إصرارنا وتحدي طبعا فريق شمس البحرين أن نقدم لكم كل شيء يليق باهتمامكم. أجواءنا حلوة معاكم، أجواء الطقس باردة بس أكيد فيها محبتكم. نتابع حالة الطقس. مشاهدينا، انتشر مؤخرا مفهوم التكنولوجيا المالية بشكل كبير، ويشير هذا المفهوم إلى استخدام التكنولوجيا لتعزيز أو إتمام الخدمات والعمليات المالية بشكل آلي عشان يخدم مصالح كل المستهلكين والشركات بطرق متعددة وبشكل أفضل. نعم عبد الله، وبهدف تسليط الضوء حول ثقافة التكنولوجيا المالية في مملكة البحرين ونشر الوعي حول الطرق الآمنة للاستثمار والتجارة، انطلق في مملكة البحرين مؤتمر قمة التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة. خلينا نشوف المزيد في التقرير التالي مع الزميلة إيمان شرف. التكنولوجيا المالية أسلوب جديد يطرأ على قطاع المال والأعمال، فتتجه الخدمات المالية والمصرفية من الطريقة التقليدية إلى إتمام المعاملات المالية بطرق تقنية مبتكرة تتسم بالأمان والسرعة في الإنجاز. فهل ستحل البنوك الإلكترونية محل البنوك التقليدية؟ من مؤتمر قمة التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة جاء ليسلط الضوء حول أحدث حلول التكنولوجيا المالية وأحدث الاتجاهات والتطورات، مع وجود عدد من الخبراء الماليين والمشاركين في المؤتمر لعرض أبرز خبراتهم ومناقشة آخر المستجدات حول هذا القطاع الهام. هذا المؤتمر يعني يخطو خطوات متقدمة جداً في مجال العملات الرقمية، ويضع كل المهتمين بهذا النوع من التداول الرقمي تحت قاعة واحدة وتحت قبة واحدة، ويجمع كل المختصين والموردين والمستفيدين والزبائن لهذا النوع من هالعملات في مكان واحد في مملكة البحرين. مملكة البحرين تعد من الدول الرائدة في المنطقة التي تشجع نمو الخدمات المصرفية والمالية الرقمية، وقد اتخذت البحرين خطوات إلى الأمام لاحتضان صناعة التكنولوجيا المالية من خلال تطوير مجموعة واسعة من الابتكارات والمبادرات المالية. هذا سوق طبعاً مثل أسواق الخليج بشكل عام، المستثمرين بلشوا أكثر يتوسعوا، أو خلينا نقول يصير عندهم أفكار أكثر على الأسواق المالية، وعندهم تعطش نوعا ما على الاستثمارات الأخرى. يعني الواحد بيصير بده مدخول آخر غير أنه عمله اليومي، فطبعا الأسواق المالية بسرعة دخوله على الأسواق المالية طبعا هذا الموضوع بيخوله أنه يقدر يخلق فرص استثمار. والإقبال طبعا ممتاز في البحرين، كتير عم نلاقي في إقبال على الاستثمارات المالية والأسواق المالية بشكل عام، إن كان على العملات المشفرة أو حتى على الفورين إكسشينج اللي هي تداول في العملات، اليورو مقابل الدولار والباوند والدولار، وطبعا هذه العملات الأجنبية يعني بشكل عام. أتوقع أن المستقبل الجاي أنه ما عاد في شيء اسمه عملات ورقية، راح يكون فيه عملات إلكترونية، وراح يكون يعني يستخدمها الواحد مجرد أرقام موجودة، ولكن عملة ورقية أتوقع أنها ستندثر في الفترة القادمة. لو لاحظت المحلات التجارية والشركات
أصبحوا الآن يعتمدون على نقاط البيع في البيع في المشترى في وأصبح نقاط البيع حتى أمان يعني في حمل السيولة، يعني تشيل معك اللي هو الأوراق اللي هو نقاط البيع بدل ما تحمل نقود أو أوراق نقدية، يكون عن طريق نقاط البيع وتتعامل مع البيع والمشترى في نقاط البيع. فهذه خففت على الكثير سواء المستثمر أو المستهلك إنه يستخدم التكنولوجيا في راحته وفي بيعه وفي مشتراه عن طريق الخدمات الإلكترونية. التكنولوجيا المالية مستقبل العديد من الدول الرائدة في مجال المالي والأعمال، مع توقعات كبيرة في نمو القطاع المالي بفضل المعاملات البنكية المطورة التي أصبحت بمقدور العملاء اليوم إجراء معاملاتهم في أي وقت وفي أي مكان دون الحاجة للذهاب للفروع أو الانتظار لساعات، ما يجعل من القطاع المصرفي في تحدي كبير في تطوير الخدمات الرقمية باستمرار. مشاهدينا، يعتبر قطاع التكنولوجيا المالية واحد من أسرع قطاعات التكنولوجيا نمواً، وتقوم شركات التكنولوجيا المالية بدمج التقنيات المختلفة مثل الذكاء الاصطناعي وقواعد البيانات المتسلسلة وعلم البيانات في القطاعات المالية التقليدية. بنتكلم أكثر عن التكنولوجيا المالية، وينضم لنا الدكتور جاسم حجي رئيس المجموعة المالية للذكاء الاصطناعي. صباحك الله بالخير ويا أهلا فيك. صباح النور. صباح الخير دكتور. شرفنا بوجودك. دكتور، طبعا مثل ما نعرف هناك استراتيجيات كبيرة وجهود كبيرة في مملكة البحرين لتحويل خدمات القطاع المالي والمصرفي نحو التحول الرقمي، فيا ريت تكلمنا عن هذا التطور السريع اللي حققته مملكة البحرين خلال هذه الفترة. طبعا احنا في مملكة البحرين من الأوائل اللي طبقنا التكنولوجيات المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، بل ايضا من الرواد في الدول شرعنا التكنولوجيات الماليه، لان تطبيق شيء والتشريع شيء اخر. صحيح. يعني في كثير من الدول قاعدين يتجهون بسرعه، ولكن نشوف في مراحل متقدمه يصير عندهم يمكن التباسات او خروقات، فاحنا الحمد لله ماشيين متوازي في هالشيء. يعني تكلمين اليوم في البحرين عن 400 شركة مالية. نعم. وأكثر من 120 شركة ناشئة في قطاع الفنتك أو التكنولوجيات المالية. فطبعا خطوات سريعة، ومصرف البحرين المركزي يعني هم مش فقط من رواد، إنما كثير من الدول المجاورة وفي الشرق الأوسط يعني يتبنون السياسات في قطاع المالي وقطاع التكنولوجيا المالية بالأخص من البحرين. نقدر نقول احنا يعني نكون نتجه يعني لمراحل اكبر واطور من اللي نشوفه في حوالينا. نعم نعم صحيح دكتور. يعني مثل ما نلاحظ اليوم التوجه للتكنولوجيا المال والاعمال صارت موجوده في كل مكان في كل قطاع. يمكن اليوم لو بنعرف ان احنا الى اي مدى احنا قاعدين نمشي في المسار الصح، وما هي الرؤى في هذا المجال، يمكن مجال التكنولوجيا الماليه. طبعا بتكلم كرؤية في السابق، كنا نقول يمكن بعد 5 سنوات 3 سنوات ما بنكون. اليوم مع تطورات التقنيات وبالأخص في الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، يعني رؤية قاعد تتكلم عن 3 شهور قدام. صح. أو 6 شهور، لأن في وكيف في هالشيء. يعني شركات مثل باي بال اللي هم كانوا رواد في التحول المالي، اليوم مع الوالتس شركات كبرى اللي دشوا المنافسة معاهم، هم يشوفون روحهم أساسا متأخرين. يعني يجب عليهم أن يجهنوا لهالشيء. إنما مستقبل الدول اليوم في الاقتصاد والاقتصاد الرقمي. يعني اليوم إذا بنتكلم عن اقتصاد بشكل عام، لا يوجد اقتصاد تقليدي ومتابعتهم ويعني كأفكار تقليدية نقدر نتجه لهم. البيانات تمت اليوم أهم شيء في يعني مجموعة الاقتصادية العالمية. نعم. خلال 3 سنوات القادمة راح نشوف 19.2 زيتا بايت من البيانات. يعني زيتا بايت للعلم 21 صفر. فالكم الهائل من البيانات في العالم، بيانات طبعا ضخمة احنا نسميهم بيانات، ممكن تكون متفرقة. نعم. شلون نحميهم، شلون نعمل
تفرقة بينهم أو نعمل الليبلينج. فهالبيانات شلون نقدر استخدمهم في تقنيات المالية وفي المستقبل، هاي بيكون شيء من التحديات القادمة. وأيضا نرجع ونقول هالأشياء قاعد تطبق بشكل سريع خاصة الطبقات الشابة في المنطقة، يعني إذا نأخذ مستوى الأعمار أقل من 30 سنة نشوف أكثر من 82% عندهم نوع من التطبيقات صح في تقنيات المالية. طبعا دكتور، التكنولوجيا المالية لها انعكاسات كبيرة على مستوى الاستثمار والتجارة الإلكترونية، فياريت تكلمنا عن هالجانب. أساسا اليوم أعتقد التكنولوجيا المالية غطت على شيء يسمونه التحولات الإلكترونية صح. يعني صارت من سابق، وما في يعني مؤسسات هم اللي يديرون، في أفراد، في الحرية المالية، وفي يعني إذا بنتكلم عن المحفظة المالية يعني أكبر شركات اللي يتكلمون عنهم ويتشات الصينية أو علي باي أو جوجل باي أو أبل باي، طبعا في اندماج بشكل كبير في هالشيء. يعني إذا تأخذ ويتشات على سبيل المثال في الصين يستخدمونه أكثر من تقريبا 2 مليار شخص، هم يستخدمون الويتشات للمراسلات، للاتصالات، للتحول، للشراء، وحتى للاستشارات. فشوف المحفظة صارت أكبر من هالشيء، وحتى يمكن تحصل شركات التأمين، السياقة، التحويل صار يعني على فكرة من أيام الكورونا صح. لأن هي اللي حولت الجائحة إلى حدوث طفرة في وجود كل المعلومات في محل. وهل إحنا ما نسميه الوالتس بيكون، يعني اليوم قاعدين نتكلم عن تريليون دولار المعاملات عن طريق الوالت فقط. خلال سنتين القادمة نقفز إلى 6 تريليون دولار في العالم، يعني إيش بقى من المعاملات ما بعد ذلك. صح 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 دكتور، يمكن الحين من خلال هذا الكلام يمكن يخليني أتساءل، ويمكن الكل بيتساءل، يمكن مع وجود هذا التطور الرقمي الكبير ونشوف إحنا منصة يمكن تكون شاملة حق الكثير من الأمور، القرصنة أكيد بتكون جاهزة حق هذه الأمور، يعني بيكون الشخص عنده يمكن منصة فيها ملايين المستخدمين، فهاي ممكن يسهل عملية القرصنة، أو يمكن يسهل حق الأشخاص اللي يبون يعني يسوون هاكر حق شيء معين إن يكونون خلاص يعرفون وين المنصة وين بيروحون. لكن هني شنو دور المؤسسات وشنو دور الحكومات أيضا في إن هي تحاول وتقنن من أمور القرصنة؟ طبعا لأن أنت دائما تروح للتقنيات بشكل بديهي، القرصنة يعني تيجي معهم، فهاي صح. يعني الأفراد يشوفونه فرصة لأخذ الأموال، يعني دائما نشوف استيلاء على الأشياء صح. طبعا القرصنة في بعد ساعات الاستغفال من قبل المستخدمين، نعم. يعني احنا نسميه فيشينج. الفيشينج يعني بتحصل ايميل، تحصل اي شيء وتضغط على رابط معين صح. وهم يزرعون لك، احنا نسميه الزرع للملوير او برمجيات الخبيثه على الجهاز. فطبعا اذا زرعوا هالشيء انت او المؤسسه انتهيتوا، لانه هم عندهم هني وجود من خلال هالبرمجيات، بحيث يقدرون ان يشفرون كل الاجهزه اللي عندك، احنا نسميه رانسوموير، انه يطلبون منك فديه، تدفع الفديه او احنا ما نفتح لك الاشياء، وانت ما تقدر تفتحها ويحتاج عمليات معقده، او يخلون لك فيروس، او حتى ياخذون من خلال هالبرمجيات كل المعلومات ويحولونهم صح. يعني بدون ما انت تدري الايميل او ترانسفير صار من عندك. نرجع لموضوع البيانات صح. يعني الاهميه في البيانات طبعا مو بهالسهوله، يمكن يعني في دائما تحذير، وفي البحرين بالاخص عندنا ضوابط على هالشيء سواء من وزاره الداخليه او المصرف المركزي، لكن التوعيه شيء جيد مهمه بين هالاشياء. المعضل الاكبر ان القرصنه اليوم مو عن طريق الافراد، عن طريق الالات، يعني الذكاء الاصطناعي. نشوف اخر يعني يمكن مجموعات سبرانية صارت في أمريكا على الجهات الفيدرالية، ما كان من فعل أفراد صح. أنا الذكاء الاصطناعي، الآلة تراقب النمو، تراقب الأنماط اللي قاعد يصير في الشبكة،
وتعلن الهجمة بدون يعني احتياج للأفراد يواجهون هالشيء. ف يعني هاي يعني في النهاية احنا ما نقدر كأفراد ايضا ندافع عن شبكاتنا ونحتاج ذكاءنا. طبعا عملية معقدة ومثيرة في هالشيء. دكتور احنا بنعرف التحول الرقمي في القطاع المالي والمصرفي، هل راح يخلق وظائف جديدة ولا راح يقلصها؟ يعني بشكل مبسط الاثنين. الاثنين اي طبعا ما راح نشوف يعني في المستقبل نكون صريحين وظائف يعني الناس قاعدين يستقبلون الزبائن او يردون على المكالمات او يكتبون لهم، يعني التيلرز بيقلون خدمات الزبائن اللي يردون على المكالمات لان في اشياء يعني بديله واسرع. صحيح. بس في نفس الوقت في وظائف تقنيه وذكيه اكثر قاعد تخلق. حتى اليوم طالع يمكن هيكله البنوك، قبل نشوف مدير المبيعات مدير الزبائن، اليوم لا، في مدير للمعلومات، مدير للبيانات، مدير للذكاء الاصطناعي، مدير للتحول الرقمي. ف يعني اعتقد في فرص اكبر. يعني هني ما اقدر اطوف بدون ما اذكر الشات جي بي تي، طفره يعني في اخر كم اسبوع سمعنا عنها. الشات جي بي تي طبعا راح يقضي على شيء اسمه محرك جوجل او غيرهم، لان انت الحين قاعد تتكلم تشات جي بي تي بيعطيك خلاصه كل شيء. صح. يعني حتى انت اعداد البرامج يمكن تتكلم من تشات جي بي تي بيسوي لك كامل. في مذيعين يعني ممكن يتكلمون عن طريق التشات جي بي تي في يعني هاي تشات جي بي تي ثوره ثانيه يعني. صح. في مجال التقنيات. احنا اذا نتكلم عن العملات النقديه قعدنا 1600 ميلادي كان العملات يعني كوينز معدنيه، وبعدين دشينا في الاوراق، الحين عقب 500 سنه قاعدين يختفون. صح. فالتشات جي بي تي راح يجيب لنا اشياء اكثر، فيعني اشياء اللي بقى تتعلق بالتشريع بالتواصل مع البنوك وكذا بتحصل كثير منهم، واعتقد الكل قاعد يتجه لهالنمط. نعم دكتور، انا بودي نتكلم عن التخصصات الجامعيه. يعني احنا اليوم قاعدين نشوف هذا المجال قاعد يتطور، يمكن وايضا قاعدين نشوف تخصصات قاعده تنزل، خصوصا يمكن تخصص الذكاء الاصطناعي شفنا منه في البكالوريوس، شفنا منه للدكتوره. يعني نعم. دكتور ايش كثر هذه التخصصات ممكن تخدم التخصصات الماليه على وجه التحديد؟ والله انا دكتوراه اول شيء اقول شيء ساعات سلاح ذو حدين. إذا بتاخذ دكتوراه 4 سنوات او 5 سنوات على تخصص مثل ما ذكرنا في البداية في متغير، يعني صح. انت ما تخلص تشوف هاي الامور تغيرت تغيرت واساس الاختصاص صار شيء جديد. ممكن البكالوريوس يعطونهم اشياء يعني بشكل عام، واعتقد في تخصصات الفنتكس سواء المعاهد او الجامعات قاعدين يركزون عليهم. صحيح. بالذات الذكاء الاصطناعي لان هالشيء داش في كل شيء اليوم، نسميه فنتك، نسميه انشورنس تك، نسميه هيلث تك، فكل شيء له علاقه بالتخصصات الحيويه قاعدين ندش فيهم مع الرقمنه. نعم دكتور. نعم. انا بتكلم عن جانب بعد، ما اعرف اذا اسراء عندك سؤال. انا عندي سؤال بس، يعني هل يعني بغيت اعرف هل راح تحل البنوك الرقميه محل البنوك التقليديه؟ هاي بشكل دكتور هاي السؤال كل من يسأله. أي. يعني يمكن خصوصا احنا قاعدين نشوف هالفترة يعني ما في، يمكن طلعت بنوك ما لها وجود، يمكن يعني ما في لها فرع تقدر تروح له، بس هو موجود أونلاين وفي شخص ممكن يكلمك أونلاين. نعم. ويعني أي خدمة تبيها تكون أونلاين ويرد عليك يعني رد آلي. فشنو نرجع لتشات جي بي تي نرجع مرة ثانية. قبل ما ندش على البنوك، انت اليوم اذا تروح على أبل باي أو جوجل باي يعني مش فقط عندك الفرصة أن تحول مبالغ من محل ولا إلى آخر أو تدفع أرصدة. نعم. الأهم من ذلك عندك اليوم يسمونه financial advisor، مستشارين الماليين نعم. على الموبايل، يعني فينصحك أنه وين تستثمر، وين تدفع، متى تدفع، حتى مصاريفك اليومية شلون توزعهم. نفس الشيء قاعد يصير على مستوى البنوك، يسمونهم نيو بانكس، الـ NEO banks. طبعا هالبنوك او البنوك الترجمه بالحرفيه يسمونها البنوك الرقميه بحته. نعم. يعني بدون موظفين، بدون يعني فروع، في شيء يسمونه ميتافيرس،
اللي هو يعني شيء افتراضي. فالبنود قاعدين يعني يفتحون لهم فروع في البداية على أساس يستكشفون العالم الافتراضي، فروع افتراضية على أساس أنت تروح تزورهم بدل ما يكون له في مجمع ولا محل آخر. فالبنوك النيوز اللي قاعدين نسميهم في إحصائيات تقول في أمريكا خلال 3 سنوات القادمة راح يكونون 43% من البنوك إجمالا. اليوم 9% من البنوك في روسيا والهند وكندا وأستراليا، البنوك أساسا لا يعني يوجد عندهم أي أفراد أي أشخاص أي عمليات أي فروع، لأن كل شيء قاعد يصير يعني سواء التعامل معهم عن طريق النص أو الصوت أو حتى الاستثمارات. في استثمارات مثل ما ذكرنا في البداية، أنت اليوم تحصل على موبايل فما بالك على مستوى البنوك، فأنت ما تحتاج أشخاص يعني بشكل يعني تقليدي اللي يسمونهم البانكرز. نعم. بنتحول إلى الرقمنة تامة. فهذا طبعا إذا وصلنا لهالمرحلة في خطر كبير على على الموظفين، بس يعتمد على أعتقد المستوى المتقدمة في الدول والوعي بالنسبة للمواطنين. صحيح. نعم دكتور جاسم حجي، طبعا احنا جدا شاكرين لك على وجودك اليوم، شكرا على كل هذه المعلومات. انا يعني بصراحة عن نفسي وايد استفدت، يعطيك الف عافية يا رب. وافيكم. شكرا لك. مشاهدينا الآن ننتقل مع الزميل علي الحداد في نبض الشارع ونشوف شنو سأل اليوم الناس. شنو سأل الناس اليوم؟ أنت دائما سؤالك هاي الفضولي. ترى صدق أنا ما أعرف. ولا أنا أعرف. مشاهدينا خلينا نتابع مع علي معكم. نتابع. خلينا نشوف نبض الشارع وراي الناس في هاي الموضوع. في بعض الموظفين نقدر نطلق عليه هو الموظف السام، هذا اللي يكون جاسوس المدير. اللي ينقل حكي اللي يخصه واللي ما يخصه، واللي يمكن يأذي الموظفين يمكن ما فيهم شيء، يعني يطلع فيك عيوب، يطلع في غيرك عيوب، يطلع في زميلات عيوب. أهم شيء يكون هو وسيط ما بين المدير ما بين المسؤولين، بحيث أنه هو يتكسب من وراء هذا العلاقة. فشنو رسالتك حق هذه الشخص؟ رسالتي الله يسلمك، يا تفنشونه الزين، يا تشوفون له يسوون له حفرة ويحفرون له ويطيحونه فيها. إيه موجودين كثير الله يكفينا شرهم، لكن لازم كل منطقة عمل لازم يكون فيها شخص أو اثنين. رأيك ليش يتصرف هذا الزميل أو الموظف السام بهذه الطريقة؟ يحاول يتملق، يحاول يطلع على أكتاف غيره، طبعاً بتصرف الخطأ، مستحيل يكون تصرف صحيح. شنو توجه لهم الرسالة؟ أقول له حاول توقف تصرفك هذا قبل تطيح بواحد يسوي فيك نفس الشيء. صادفت أنا والله ما حصل، لكن موجودين هذول الأشخاص وتواجدين الأشخاص هذول. برأيك ليش هذا الأشخاص تصرف بهذه الطريقة؟ والله أكيد هي مصالح شخصية لا أقل ولا أكثر. التقرب من المدير، السمعة، عرفت، الترقية، عرفت، بحكم أن المدير عنده صلاحيات، عرفت، فهو يسوي الشيء ذا عشان يفكر بالأمور هذه أنه راح يتقرب. يعني هي بالأغلب بتكون غيرة، ممكن بيكون بغار من أصدقائه أو من رفقائه بالعمل، يعني بتكون غيرة وما بتمنى الخير. هذا بيكون يعني بنسميه بني آدم ناقص، يعني بني آدم مش محترم نفسه، لأنه البغار على وما بتمنى الخير لحاله ولا لغيره الله ولا عمره بوفقه. يعني صدفت كثير ناس هيك في حياتي، وللأسف هو يعني هو الموضوع كله بيعتمد على الناس اللي حواليه اللي تربيت معهم والناس اللي خلطت حالك معهم. يعني إذا بتخلط هيك ناس أنت بالآخر رح تطلع زيهم. هلا أنا كطالب لسه ما دخلت العمل، بس واجهت زي هيك ناس ولاحظت إنه السبب اللي خلاهم يطلعوا هيك هو ببلش من طفولته، إنه الأشخاص اللي أنا واجهتها اللي كان عندها هاي المشاكل كلها نبعت من مشاكل عند الأهل وعند العائلة. فكان والد هذا الشخص نفس المشكلة عنده، فمشكلة راحت من جيل لجيل وحتكمل مع الأجيال لو ما بوقف. أتوقع يعني الكل صادف من هالنوعية، مو بس في العمل، أتوقع حتى في حياتك اليومية بشكل عام يعني بتصادف فئة من هالناس. طبعاً أنا أوجه رسالتي لهم، يعني أول شيء يعني في ديننا يعني إنها ما تجوز، حرام يعني، فتكسب ذنب على الفاضي يعني، والفتنة أشد من القتل زي ما يقولون. فنصيحتي لهم يعني أتمنى إنهم يراجعون نفسهم، خصوصاً لما تشوف ناس كبار في السن ويمارسون هذه الشيء يعني، ويوقعون بين الموظف وبين المدير أو بين المدير وموظفينه.
مع تغير المناخ والفصول والتقدم بالعمر والتأثر بنوع المأكولات تبدأ بشرتنا بعكس كل هذه الأمور عليها، وهالشيء يتطلب عنايتنا ببشرتنا من خلال تفهمنا لنوعيتها وطبيعتها وحاجتها وطبيعة البيئة اللي نعيش فيها وكيفية تأثيرها على بشرتنا وأيضا تأثير تغيرها عليها. فعلا إسراء، يمكنني دائما ينصح الأطباء بالعناية بالبشرة سواء للرجل أو للمرأة والحفاظ على صحتها بشكل دائما وعدم أهمالها عشان ما نعاني من أي مشاكل بأي شكل من كان. وطبعا يا إسراء توجد عناية بسيطة بالبشرة، يعني مثل ما تعرفين خصوصا يعني هاي كل الأمور صوبت من خلطات ومن أمور تجميلية ممكن الناس تحضها، وحتى المستحضرات البسيطة مرورا بالمستحضرات العالية طبعا. نعم طبعا، وفي النهاية ممكن نلجأ للعناية الطبية المتكاملة اللي يقدمها الطب للبشرة في حال ما قدرنا من خلال العناية العادية حل مشاكلها، ومن أهمها إبر النظارة اللي أخذت أنواع وأسماء وأساليب مختلفة. نعم صحيح. نعم. فقرة قرارك راح نسلط الضوء على أبرز هذه الأسباب مشاهدينا، وبنرجع مع ضيفتنا في الاستديو عشان نناقش أكثر العناية بالبشرة من خلال إبر النظارة. نعم. نتابع. كثيراً ما نفضل الحلول التجميلية السهلة والبسيطة وغير الجراحية تحديداً لعلاج البشرة، ذلك لأن فكرة العملية أو الجراحة هي فكرة كبيرة جداً لمجرد العناية بها. وأكثر ما أصبح متصدراً لهذا المجال الآن هي وسيلة الحقن والإبر لفعاليتها العالية ونتائجها المذهلة، ومن ضمنها إبر النضارة للوجه. تعد إبرة النضارة إجراءً تجميلياً تقوم به عيادات التجميل المختلفة، حيث تحقن البشرة بالأحماض المتنوعة لمنحها لمسة جمالية طبيعية، وتعتبر إبر النضارة آمنة كما تمنح البشرة مظهراً رائعاً وجذاباً، وتحافظ على تجديد الخلايا، وهي من أنواع الإبر التي انتشرت في الآونة الأخيرة لتحسن مظهر البشرة دون إجراء أي نوع من الجراحة. تعتبر إبر النضارة مغذية للبشرة ومعالجة لها، وتحتوي على فيتامينات داعمة لها لتمنحها مزيداً من التألق والنضارة، نظراً لاحتوائها على مادة الهايلورونيك التي تحافظ على نضارة البشرة، وتستمر نتائج إبرة النضارة عادةً من 6 إلى 18 شهراً، ويرجع ذلك إلى طبيعة كل بشرة وحجم المشاكل التي تعاني منها. مثل ما شفنا مشاهدينا بالتقرير، أصبحت العناية بالبشرة تأخذ أساليب حديثة ومبتكرة من خلال إبر النظارة اللي تعتبر صرعة حديثة في عالم التجميل وبديل عن الكثير من العلاجات الأخرى. معنا في الاستوديو الدكتورة سارة الزكي رمضان، أخصائية جلدية وتجميل. أهلا وسهلا فيك دكتورة. أهلا وسهلا. صباح الخير. صباح الجمال النور. دكتورة أهلا. دكتورة طبعا هناك الكثير من الناس ما يحبون أنهم يتعاملون مع الإبر البوتكس والفيلر وغيرها، يعني فيفضلون الأمور البديلة مثل استخدام الكريمات وغيرها، فأنت شنو تنصحينهم ممكن أنهم يتعاملون فيه أكثر؟ طيب خلينا نبتدي الموضوع شوية من الأول. هو إيه اللي بيخلي الناس تتوجه إنها تروح تعمل فيلر وبوتوكس وإبر نضارة والحاجات دي كلها؟ إن فكرة الإيجينج بقت شوية صعب علينا، إن إحنا بنشوف الناس على الإنستجرام وعلى السوشيال ميديا وعايزين نشوف نفسنا شكلنا حلو، وعايزين أحس إن إحنا عندنا زي فلتر مش محتاجين نحط ميك اب كتير. الفكرة دي دايماً بتخلي الناس عايزة تعمل حاجة تخليها شكلها أصغر أو تأخر ظهور التجاعيد، تأخر الإيجينج نفسه. إيه فكرة بقى إن إحنا ابتدينا نعمل حاجات جديدة تعمل تأخير لظهور التجاعيد وتأخر الإيجينج، أو هي النيو ترندز من السكين كولاجين ستيميليتر، يعني بتعمل تحفيز لبناء الكولاجين اللي موجود في الجلد أصلاً. هو المفروض ان احنا في سن معين بيبتدي هو كولاجين بيتجدد بنسبه معينه كل فتره، لما بنبتدي نكبر في السن شويه معدل تكوين الكولاجين وتجديده بيبقى اطول، يعني بيتجدد في فتره اطول، فيبتدي يظهر اثار تجاعيد خطوط كده، حتى تكسيره نفسه بيكون اسرع. اكيد الاهتمام بالبشره و
المحافظة عليها، ان احنا نقلل شوية الميك اب اللي بنحطه، نحافظ على بشرتنا، ناكل كويس، نشرب مية كتير، نحط سان بلوك، الحاجات دي نحافظ على بشرتنا، وكمان يكون في روتين يومي بنعمله، كريمات وكل الكلام ده بيفرق شوية انه بيأخر الموضوع ده، او ان هو بيسهل على الجسم ان هو يجدد الخلايا. الحاجات الجديدة اللي احنا بنقولها بتعمل نفس الافكت بس بطريقة اقوى. يعني بتدخل في الجلد تبتدي تحفز انتاج الكولاجين على مساحة اكبر، تبتدي يعني تبني كولاجين جديد زي اللي كنا احنا بنبنيه واحنا اصغر، فيبتدي شكل الجلد يتحسن، نبتدي نحس بفكرة النضارة اللي بنقول عليها، ان الجلد يبقى مشدود، يبقى فيه تجاعيد اقل، يبقى فيه بشرة كده تحس انها مشرقة ونضرة، هي دي اللي احنا بنقول عليها. طبعا مش بديلة قوي عن الفيلر والبوتوكس تماما، يعني في حاجات خلاص لما بنوصل لها بنبقى محتاجين نسبة معينة بس بتأخر، بتقلل الكمية. احنا نتكلم عن ابرة النضارة صح؟ هي نعم. اسمها العام ابرة النضارة، يعني احنا بنقول عليها كده بالعربي ابر النضارة، لكن هي انواع كتير، او هي سكين بوسترز زي ما بيقولوا. نعم. في بقى نيو ترند من السكين بوسترز، ان هي مش بس بتعمل نضارة فورية وشكل حلو وشد والكلام ده دلوقتي، كمان بتحفز ان الكولاجين يتكون على مدار الشهر والشهرين اللي جايين. يعني بتبني اللي الجسم اصلا بيعمله، بتخلي الجسم يعمل كولاجين جديد من نفسه، ودي حاجة العلم بقى بيتطور فيها كل يوم. صحيح. فيعني دي حاجة ظريفة جدا، ابتدينا يعني ده النيو ترندز وده كمان المستقبل في الموضوع. نعم. دكتورة يعني هل كل المكونات اللي فيها ممكن تكون طبيعية تلائم الجسم؟ هل في ناس ممكن تتحسس من هذه الإبر؟ ولا يعني شلون طبيعتها؟ هل ممكن تكون جدا بسيطة إن ما تترك أي آثار جانبية؟ هو في الغالب بيكون المكونات معروفة بالنسبة لنا، يعني كل إبرة مثلا بيكون فيها هاليرونيك أسيد واللي هو أصلا موجود في جسمنا بشكل طبيعي وبيتكون بشكل طبيعي. في حاجات بيكون فيها ساكسانيك أسيد مثلا اللي هو بيخلي البشرة تتشد شوية. في فيتامينز بتتحط، إن الجسم بيكون محتاج فيتامين سي، بيكون محتاج فيتامين بي كومبلكس، بيكون محتاج مالتي فيتامينز بتحسن شكل البشرة، فدي دي حاجات طبيعية مفيش أبدا أي مشكلة منها. موضوع التحسس ممكن يحصل في بعض الحاجات عادي، يعني تقدر تقول إن في ناس بيحصل لها حساسية من الفراولة which is food يعني مفيش مشكلة، فالحساسية يعني we can't predict قوي بس نسبة قليلة جدا اللي ممكن يحصل لها حاجة زي كده، لكن أضرار لا، هي حاجات غير مضرة أبدا لأن هي معظمها طبيعي ومناسب للبشرة وبيشتغل على الحاجات الطبيعية اللي موجودة في جسمنا وبشرتنا، مش بتغير حاجة. يعني ما في هناك أي أضرار جانبية بالنسبة لهذه الإبرة؟ لا خالص. وهل في سن معين ممكن الواحد يبتدي ياخذها؟ هو ده يعني متى السن المعين، العمر المعين؟ هو ما فيش سن معين، يعني ما تقدريش تقولي ان احنا مثلا لازم نبتدي من، هو افريج بيبقى الثلاثينات. اوكي. بس ما نقدرش نقول كده، يعني ممكن تبقى واحده عندها 25 26 سنه وما عندهاش نضاره في بشرتها. بتعمل حاجات كتير تخلي بشرتها تتضرر، يعني شمس، ما بتاكلش اكل صحي، ما بتشيلش الميك اب قبل ما تنام، يعني بتعمل كل الحاجات اللي تخلي بشرتها تتأخر، يعني يبقى شكل بشرتها ووشها مش نضر. غير كده كمان ان في بنات صغيرة بتفتكر ان الموضوع ده لسه بدري، يعني لا لسه بدري، انا لسه صغيرة مش هيحصل لي حاجة، فما بتهتمش. صح. فيبتدي تعجز بدري، يبقى شكل وشها وبشرتها اكبر بكتير من سنها. دي بتبقى ضروري انها تعمل. طيب دكتورة، في بعضهم يخافون من استعمال مثلا الابر، تمام، فيها الكريمات بديلة تعطي نفس مفعول الإبر ولا لا؟ هو لغاية دلوقتي الكريمات مش بديلة بصراحة، يعني مش تدي نفس مفعول الإبر للأسف، يعني لأن الإبر إحنا بندخل الماتيريال جوه الجلد تحت الجلد، يعني في السوبديرمس بالضبط، إن إحنا بنبني الجلد نفسه. لكن الكريمات بتساعد، يعني تعتبر عوامل مساعدة إن إحنا يكون عندنا سكين روتين وكريمات فيها هيالورونيك أسيد، فيها ريتينول، فيها نياسيناميد، في حاجات معينة بنجيبها
بتساعد اللي انا بعمله. حتى الناس اللي بتحقن فيلر وبوتوكس ده لا يغني ابدا على ان هي يكون عندها كريمات وانها تعمل ابر نضاره، دي حاجه تانية تماما. يعني ده كل الحاجات دي عوامل مساعده يعني بتكمل بعض. واكيد لو كل واحد يعني متابع مع الدكتور بتاعه وبيثق فيه وعارف بيقول له ايه رايك انا المفروض اعمل ايه، انا امشي على ايه. يعني انا لو هحتاج، لو هو بشرته محتاجه فعلا احنا بنوجهه لكده. عبد الله ايش محتاج بشرته؟ عبد الله ما شاء الله عليه. الحمد لله. اسالها عنك انت عمر. حبيبتي الدكتوره تسلمي لي. دكتوره يعني اليوم لو بنتكلم يعني عن يمكن الحين اسراء قالت عبد الله شنو يحتاج. في اشخاص في السوشيال ميديا دائما، انا عارف انه دائما تتكلم على السوشيال ميديا خصوصا يمكن اليوم الاشخاص يبون يشوفون وجههم فلتر من غير اي شيء، من غير تعب، من غير مجهود، من خلال ابر يمكن هم يجون العياده فيحقنون هذه الابر. هل فعلا راح يحسون بالفلتر اللي هم يبونه في مخهم على شكل ابر؟ هل فعلا راح هاي شيء ممكن نشوفه يعني واقع؟ موضوع الفلتر ده بصراحه بقى المشكلة ان الفلاتر بتتغير. يعني هي دلوقتي في فلتر بيخلي وشها بس بيور، هو ده اللي احنا عايزين نعمله ان وشها يبقى حلو مشرق نضر مشدود جميل ما فيهوش تجاعيد. ده الطبيعي ان وشها يبقى طبيعي. لكن الفلتر اللي بيخلي الشكل في حاجات، في فلاتر انا بستغرب بتخلي الشكل، بتغير الشكل يعني كانه مصغر المناخير عامل البق كده عامل الدقن كده. هي عمليه تجميليه صارت عمليه تماما. وبعدين حتى لو عملت العمليه دي مش هتتبسط ابدا. يعني هي شكلها مش كده. في حاجه معينه برضو بتفرق معانا شويه ان نفسيه البيشنت، نفسيه المراجع انه يعمل الحاجه اللي تخليه هو مرتاح، اللي تخلي شكله احسن، اللي تخليه مش محتاجه، تخليها مش محتاجه تحط ميك اب، تخليها مش محتاجه تحط فلتر. يعني الموضوع هو ده اللي احنا عايزين نوصل له، بس الى حد ما تكون راضيه عن نفسها برضو. يعني مش كل حاجه لا لازم ابقى شبه دي، لازم اغير شكل الشفايف، لازم اعمل كونتور زي فلانه. شلون معايير الجمال قاعده تزيد يمكن بنظر الاشخاص عبر السوشيال ميديا؟ احنا ما بنتكلم اليوم من ناحيه الاشخاص مثلا اللي فاهمين في عناصر الجمال او حتى الدكاتره. اليوم عناصر الجمال صارت مربوطه بفلتر. في حاجات اوفر في السوشيال ميديا صراحه، يعني انا بشوفها هي مش جميله. هي دي كده ضد مقاييس الجمال، ضد الشكل الطبيعي للبشر انها تكون شفايفها بالحجم ده، خدودها يعني مناخيرها مثلا انا مش يعني دي مش طبيعيه. صح. يعني مستحيل بني ادم مخلوق ربنا خلقه شكله كده. بس فهي ليه انا اروح اعمل حاجه شكلها مش طبيعي؟ يعني في بنات بتيجي جميله جدا، هي حلوه ربنا خالقها في منتهى الجمال، بس بتقول انا عايزه اتغير، انا عايزه اغير شكلي، انا مش عاجبني وشي غيري لي شكلي. هاي عدم ثقه بالنفس. بالظبط عدم ثقه بالنفس. انا اتمنى بصراحه ان يكون في دكتور نفساني معانا يقعد يتشاور مع العيان انت ليه عايز تعمل كده. هذا اتوقع في فقره اضداد. أيوة. اتوقع احنا اليوم فعلا نستحق ان نبي نفهم، نبي نفهم شنو الامور اللي ممكن تكون في عقل الاشخاص اللي دائما في بودي ديسمورفيك، ان هو أيوة. بيبص في المرايه شايف شكله وحش مهما حط، مهما صح. عمل، مهما عملت، مهما عملت دايما شكلها غريب بالنسبه لها. بس دي حاجه نفسيه بحته، يعني دي بالنسبه لنا بصراحه بتبقى حاجه صعبه شويه. لكن الناس الطبيعيه العاديه اللي هي عايزه معاها حق، يعني هي بتيجي في تجاعيد لازم نعملها، في حاجات بسيطه لازم نصلحها، في مجرد بس بنعمل لها حاجه اتنين تلاته بتبقى بيرفكت، بتبقى حلوه جدا. مع طبعا الاستمراريه، يعني برضو في حاجه معينه عايزه اقولها، ان في ناس بتيجي عايزه تعمل ابره واحده وابقى شبه فلانه. ايه راح حلم كبير. وده ازاي يعني فلانه اساسا شكلها مختلف؟ فالفكره برضو ان احنا نبقى شبه نفسنا. دكتور بس قبل ما نختم على السريع سؤال، كم ياخذ لها الشخص اللي بياخذ ابره النظاره ما بين الجلسه والجلسه الثانيه كم الوقت؟ على حسب نوع الابره. يعني في ابر بنتحدد مثلا انا بقول لها كل اسبوعين لمده 3 جلسات او 6 جلسات واحيانا كل شهر. نعم بيبقى في انواع مختلفه. نعم دكتوره ساره زكيه اخصائيه جلديه وتجميل،
شكرا على كل معلومه قلتيها لنا، وشكرا على كل هذه الايضاحات خصوصا بمواضيع الفلاتر اللي صارت يمكن ترند في السوشيال ميديا. شكرا جزيلا، يعطيك الف عافيه. شكرا، الله يعافيك. شكرا دكتوره. شكرا جزيلا. تعزيزا للجهود وتأكيدا لأهمية التعاون المشترك، استضاف متحف البحرين الوطني لقاء حول التعاون الأثري ما بين مملكة البحرين واليابان، والذي بدأ هذا التعاون منذ 30 عاما في إطار المزيد من تبادل الخبرات. والمزيد من التفاصيل نشوفها في التقرير التالي. استضاف متحف البحرين الوطني لقاء حول التعاون الأثري ما بين مملكة البحرين واليابان، وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم جديدة ما بين هيئة البحرين للثقافة والآثار ومؤسسات يابانية ستسمح بتوسيع عمل بعثة التنقيب اليابانية في المملكة وإجراء دراسات معمقة للقطع الأثرية البحرينية، وذلك بحضور سعادة الشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله آل خليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار وسعادة السفير الياباني لدى مملكة البحرين، إضافة إلى تواجد عدد من كبار أعضاء البعثة الأثرية اليابانية والمهتمين بالشأن الثقافي في المملكة. مشاهدينا، من أهم المعالم السياحية والتاريخية والأثرية في مملكتنا الغالية مملكة البحرين هو باب البحرين، حيث تنطلق وتستمر فعاليات من البريد مع نجاحات الفعاليات المتنوعة وإعجاب المشاركين والجمهور بالأفكار المتجددة، وكان عنوان الأسبوع الثاني هو طعام المنامة. نعم، طعام المنامة تجربة مفعمة بالنكهات واستعراض ميداني لما يميز المنامة من مطابخ محلية وعالمية، حيث حرصت هيئة البحرين للثقافة والآثار على إعطاء صورة بانورامية رائعة من خلال فعالية من البريد. انتابع.
مشاهدينا، من وظائف الزواج الأساسية تحقيق الاطمئنان والاستقرار النفسي، بحيث يكون الزوجين سبب سرور وارتياح حق بعضهم البعض وسند وتعاطف ودعم في مواجهة مشاكل الحياة كلها. نعم، وعشان نتوسع أكثر في موضوع المعاملة العاطفية يسعدنا استضافة الأستاذة دينا البرشيت، لايف كوتش متخصصة في العلاقات. يا صباح الخير أستاذة. يا صباح المحبة، شكرا لاستضافتكم، وأنا كل شوق وسعيدة لهذا الحوار الملهم. متحمسة للقاءكم. شكرا. احنا بداية أستاذة نبي نعرف كيف يكون النقد، انزين مثل ما نقول، بين الزوجين بمحبة. تمام، خلينا ايش رايكم نتعرف على كلمه النقد اصلا شنو هي. النقد عباره عن خلطه ويعني فيها وايد يعني مكونات. الخلطه الاساسيه هي عباره عن افكار ومشاعر توضح ان انا رافضك، ان انا مو عاجبني هالشيء. سلوك، سواء مو عاجبني او رافض سلوك او تصرف او شيء عمل انت سويته. وعادة النقد يكون تجاه الأشخاص وتجاه الأشياء، فمثلا الناس عندهم نقد متكرر تجاه الجو، دائما متذمرين تجاه الحياة، تجاه الملل. فدائما تشوفون في ناس منتقدين اللي هم شكايين متشكين. نعم. اليوم احنا يعني ما نبي نكون كذي اكيد، ولا حد يتمنى هو يكون كذي، لكن اليوم احنا لو نبي نتكلم عن الاثار اللي ممكن تكون بين الزوجين، وطبعا احنا اليوم نتكلم عن الاثار السلبيه مع كثره الانتقاد، لما كثره الشخص يحن على شيء معين ودائما ينتقد، يعني ما عنده مدح ابدا. الاثار السلبيه كثيره على العلاقه الزوجيه. أولاً هي مدمرة للعلاقة الزوجية، وآثارها تتم كثيرة. ومن أعراض النقد السلبي للعلاقة الزوجية هي الانسحاب العاطفي. فلما الزوج أو الزوج يشعرون بكثرة النقد والانتقاد، شو تسوي؟ تفضل أو يفضل الصمت. شوي شوي يروح في عزلة، شوي 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 يقول لك أنا ما بهتم فيها، ما بهتم فيه. الإهمال بما يؤدي إلى الانسحاب العاطفي. نعم، طبعا هناك في جوانب إيجابية أيضا، ما نبي نتكلم كل عن السلبية من أكيد. أي، فكلمينا عن الأمور الإيجابية. أوكي، النقد علشان نحوله إلى إيجابي في عملية تسمى فن إدارة النقد. في فن إدارة النقد في شيء يسمى بالتعبير الإيجابي، وهو قدرة الزوج أو الزوجة بتغيير من النقد السلبي إلى نقد إيجابي. شلون؟ بطريقة التعبير الإيجابي. مثلا الزوجة والزوجيات قالت حق الزوج أنت ما تساعدني، أنت ما تهتم فيني ولا في عيالي، أنت دائما مشغول، وأنت حط البيت والعيال والمسؤولية كل علي، أنت زوج غير مسؤول. فأكيد هذا شيء سلبي وبيأثر. عشان الفرد الزوج أو الزوج يعرفون يتعاملون أنه أوكي في ضغوطات حياة وفي مسؤوليات أولويات، يكون عندهم فن إدارة الحوار. نغير هذا المثال، تجي الزوجة تقول له أنا تعتبر يعني تعبر عن شعورها بطريقة إيجابية وتعبر عن يعني تبي منا شيء، صح؟ فتقول أنا أقدر تعبك وجهدك، وأنا أقدر مسؤوليتك ورعايتك لي وللعيال ولأسرتي، وأشعر أن أنا بحاجة أنك تساعدني في كذا وكذا وكذا. بس أسلوب تغير، كل شيء بيتغير. شو رايكم حين من البداية المثال الأول الثاني؟ حسيتها أنا موافق كنت بعد، يعني أنت كلمتني من الصبح موافق على شيء. فبما بالك الزوج والزوجة، شنو الآثار الإيجابية اللي لما الزوج والزوجة يعرفون يتكيفون مع متطلبات الحياة اليومية، فبذلك يقدرون يحولون النقد الى ايجابي. زين، الحين الاشخاص، يعني احنا دائما نبي اكيد النقد يكون ايجابي، دائما نبي حياتنا الاجتماعيه وحتى الاسريه تكون جدا على، خلينا نقول يعني على وفاق وعلى محبه دائما.
لما يمكن خلينا نقول في أشخاص أخطأوا في التصرفات، يمكن كانوا في فترة معينة من حياتهم فترة طويلة قاعدين يستخدمون أسلوب النقد اللي خلينا نقول مو إيجابي، لكن اليوم يبون يغيرون، الشخص يبي يتغير، شلون يقدر هو يتغير؟ هل بس في دقائق يقدر يغير هاي الأسلوب، ولا في تيبس ممكن يسويها، ولا في أمور ممكن هي أيضا تعدل العلاقة؟ خصوصا يمكن اليوم لو بنتكلم عن الجانب العاطفي ممكن وايد يقل لما يكون هذه أسلوبنا لعشر أو عشرين سنة. نعم، شو هذه كلها نقدر نغيرها؟ أوكي، جميل، سؤالك وايد وملهم وطبيعي. في العلاقة الزوجية هي علاقة مدى الحياة، فهذه العلاقة تتمرحل تتغير على حسب العمر، على حسب تغيرات الحياة، العيال يكبرون، فهذه العلاقة دائما تكون فيها أبس وفيها داونز. صحيح. فالإنسان الواعي علشان يحب ويكون يعني مستثمر في هذه العلاقة لابد أنه من البداية، مو بس يعني يكون تولد، من البداية يروحون في منظور أن الوعي الذاتي، فهو شخص مختلف أنا شخص مختلفة، فالاختلاف شلون أن إحنا نحاول نبني هذا الاختلاف، والعلاقة الزوجية يكون فيها نمو إيجابي، نمو بركة، نمو أن في تعامل بحب بلطف وفهم. أهم شيء لما الإنسان تقول شنو التبس، التبس هو الوعي الذاتي، لما الإنسان يتعلم عن نفسه. صح. عنده إدارة لمشاعره. اليوم الوعي ما شاء الله تبارك الله وايد، والتدريبات وايد. صح. ولكن الإنسان الواعي المثقف يقول والله أنا أبي أحمي هالأسرة، أبي أحمي هالعائلة، فأنا باخذ دروس تعلمني شلون أدير نفسي. صحيح. أدير مشاعري. كل إنسان مختلف وياي من بيئات مختلفة، ومع تراكمات الحياة أكيد كلنا نحتاج تنفيس عن هذه المشاعر. صحيح. بطرق سليمة، وهناك كثير 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 من الدورات. طرق سليمة نحط عليها بين خطين. صح. يعني يمكن تفضلي عندك شيء عبد الله. لا، أنا كنت بس أبي أعقب، يمكن إحنا اليوم فعلا نعيش في وعي جمعي كبير. نعم. يمكن الكل قاعد صار يعي في ذاته، قاعد يعي. نعم. حتى بشريكه. نعم. والبيئه المحيطه فيه. نعم. فيعني يمكن لو تحقق الوعي إسراء، اتوقع احنا في كثير من حياتنا طبعا ممكن هي تتعدل وتكون. صح. سليمه طبعا وصحيحه وصحيه في نفس اكيد الوقت. اكيد. وما يخفيكم يعني هذه الدروس اللي الاب او الام او حتى في حالاتكم يعني سنجلية ليه ما تزوجتوا، حصدتنا هي حصدتنا من البداية على الموضوع تأخذونها كسبورت لكم، كأنها سبورت سيستم عندكم المانيول، تأخذونها معاكم تودون لا تخافون مانيول مانيول عود تأخذونها معاكم كأنك كتاب تعليمات وإرشادات تتفهمون أنفسكم. فتصوروا لو اثنين غير متزوجين عندهم هذه التعليمات والإرشادات، ويعرف مشاعره يدير نفسه، ويعرف شلون الصدمات العلاقات في الماضي شلون هو تجاوزها، ويا بيسكلي هو كما هو، فيصير عنده القدرة على الزواج. وفي من ناحية المتزوجين طبعا الوعي الذاتي يعني منظور عميق، مو بس فقط يفيد الزوج أو الزوجة، هو يفيد العيال. نعم. لأن العيال هم اللي يشوفون هذه العلاقة العاطفية اللي دارت بين أمي وأبوي من سن 3 إلى 5 سنين. للطفل يجذب ويركز ويخليه في عقل اللاواعي أن أمي وأبوي تعاملوا كذي مع بعض. صح. فهذه الانعكاسات تنعكس على الطفل في صغره ويحملها في كبره. نعم. نعم. دكتور، أنا بنعرف حين المخاطر النفسية اللي ممكن قد تحصل ما بين الزوجين، وكيف يمكن التعامل معها؟ أوكي. المخاطر النفسية كثيرة وايد، ولها علامات ولها أشكال. فلما الفرد ما عنده هذا الاكتشاف المبكر، أنا أسمي الاكتشاف المبكر لهذه العلامات الخطيرة للعلاقة العاطفية السيئة، أكيد العلاقة بتكون مدمرة. من العلامات للعلاقة السيئة هي الانسحاب، الانفصال العاطفي واللي احنا يسمونه الطلاق العاطفي، التنمر، الإهمال،
ثورات الغضب المتكررة على الأسرة كلها وأكيد التهديد والترهيب، فكل العلاقة مبدأها الخوف. يعني خوف يعني ما في حب. احنا اليوم لو بنتكلم عن الحب يمكن بعد سنوات، يمكن إذا احنا نبي الحب نفسه أول لحظة أول حب في حياتنا يتم باقي لسنين العمر 50 سنة قدام، شنو الأمور اللي لازم احنا نقدر نسويها علشان يستمر الحب مهما بنعطي مهما نحس، لما المحب مهما يعطي بيحس دائما انه هو مقصر، فشلون احنا نقدر نعطي وشلون احنا نقدر نواصل في حبنا وبدون لا يتغير، يمكن يزيد بس ما يتغير. ما شاء الله عليك، سؤالك عظيم. طبعا الزواج مبني على المودة والرحمة، هذا الله قال لنا إياها في القرآن، مبني على المودة والرحمة، فهذه المودة والرحمة شرط ما يتغير، موجود سواء كبرت صغرت مسافر راجع، فالمودة والرحمة إذا خليناها هي أساس التعامل من البداية، فممكن للإنسان أن يكون في هذه الستاتس من الحالة الشعورية الدائمة من المودة والرحمة، أرحم ضعفها، أرحم تعبها، أرحم أنها هي مجهدة، أرحم أنه هو غايب عن البيت، فيكون في تفهم. وأكيد اليوم يعني في نطاق وايد عن الوعي عن زيادة المحبة ونخليها مستمرة بقدر ما نقدر، يسمى بالذكاء العاطفي بين الشريكين. الذكاء العاطفي عبارة عن قدرة الشخص نفسه على إدارة مشاعره، الوعي بنفسه، حبه لنفسه، تقديره لنفسه، تطويره لنفسه وتحفيزه لنفسه. وأكيد لما يكون الإنسان في هذه المرحلة من الذكاء العاطفي راح يقدر يدعم شريكه في عمله وهو يدعم شريكته في عملها، صحيح. فبذلك الأسرة تنمي على ذكاء عاطفي. نعم صحيح. الحين أنا سؤالي مناقض كامل يعني بشكل كامل. سمي سؤال عبد الله يعني. هالشي ما في خوف دائما خوف. لا هاي المرة انكسر. إنزين يقولون الضربة اللي ما تقتلك تقويك. أوكي. في ناس لحد الآن مثلا بسبب كلمة بسبب موقف مر عليه السنين لحين متأثرين ومنكسرين من هذه الكلمة أو هذا الفعل، فكيف ممكن نحن نتعامل مع هذه الشخصيات اللي مو قادرة تتجاوز هذه المرحلة؟ أوكي. الانكسار العاطفي بعد يعني جزء كبير من تفكك العلاقات، فلما الإنسان يمر في الانكسار العاطفي عليه أنه يعرف شلون يتجاوز وياخذ التجربة اللي مر فيها كتجربة إيجابية بناءة في مستقبله. أولا يبتدي أنه يركز أن هذا الانكسار يا علشان يقويه، فمن كل فشل في نجاح، من كل قاع في قمة. فلما الإنسان يؤمن بذاته، يؤمن يثق في نفسه ويشيل مرحلة اليأس والإحباط والجروح والمعاناة واللوم والماضي وأهوى وأهية، فبيبتدي أنه يبني علاقة مع نفسه الطلعة من قيود الماضي إلى هنا إلى المستقبل، فيبتدي يبني نفسه من نفسه من بدل ما يقعد في السابق وجروح السابق والانكسارات. أهم شيء. كوتش دينا البرشيد لايف كوتش ومتخصصة في العلاقات، شكرا جزيلا على وجودك، شكرا على كل هذه الكلمات الإيجابية اللي فيها يمكن من المحبة ومن يعني يمكن باختصرها ما فيها غير الحب والتسامح، وهذه أجمل شيء ممكن يكون في الحياة وأيضا في العلاقات الزوجية. احنا نتمنى حياة زوجية في أعلى مراحلها، في أعلى حب وأعلى نضج ووعي. نتمنى كل الخير لكل الناس. شكرا جزيلا. شكرا لكم، بارك الله فيكم، شكرا جزيلا لكم، ممتنة. شكرا لك. شكرا. مشاهدينا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، إن شاء الله راح نلقاكم بكرة في فقرات متنوعة ومواضيع مختلفة بإذن الله. نعم بإذن الله. مشاهدينا امتنان وحب لكل الأشخاص اللي يحبون في هذه الدنيا، نتمنى لكم كل الخير وكل السلام والمحبة، نشوفكم على خير دائماً.